الو، الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. انا اهلا عايزه وسهلا. اسال حضرتك الحكم الشرعي في حاجه كده. اتفضلي. دلوقتي واحده سيده نعم. شهدت عيان على سيده اخرى في قضيه، الشهاده بتاعتها دي ممكن تدخل ممكن تثبت براءه السيده التانيه. كتمت الشهاده دي، ما قالتهاش. فالسيده التانيه المتهمه خدت 3 سنين سجن، وجت بعد وحياتها اتدمرت وحياتها باظت وشغلها باظ وكل حاجه. جه بعد 23 سنه لسه متردده في انها تقول الشهاده بتاعتها. انا مش قدام التلفزيون، هو حضرتك بتتكلمي في المطلق ولا على موضوع الفنانه وفاء مكي؟ انا بكلمك في المطلق، احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع وفاء مكي، بس انا بتكلم في المطلق الحكم الشرعي ايه طيب لكاتم الشهاده. خلينا نقول قولا واحدا ما ورد في كتاب الله: ولا تكتموا الشهاده. الله تعالى فصل القضيه: ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يبقى احنا هنا لابد وان نعلن وننطق بكلمه الحق مهما كان الامر. ايوه، يعني هنا هي شهاده، فيجب على الفور: ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. يعني أيوه. تلك هي كلمات الله من فوق 7 سماوات. طالما انا بدأت اقول يا فلان تعالى واشهد بما رأيت، فكان لزاما ان انا اشهد شهادة حق لوجه الله سبحانه وتعالى. حتى لو تعرضت لاي نوع من انواع الاضطهاد، احنا ما احناش عايشين في الغابة. أيوه. احنا عايشين في دولة بتحكمها قوانين، اقدر اروح للجهات المختصة، انا اللي اسلم نفسي واطلب الحماية واقدم اي مستند في اي نوع او دليل يدلل على ان انا تعرضت لنوع من انواع الابتزاز او التهديد، ولكن ايماني بربي يدفعني ان انا ما اسيبش حد بريء للاسف الشديد يصل الى السجن، او ربما بعض الحالات ربما يكون الحكم الاعدام وانا واقف اتفرج، وانا شايف ان السجن كالاعدام الاثنين شبه بعض، لان الانسان بيدفع فيهم سمعته وبيدفع فيهم أيوة. من مكانته ومن قيمته في المجتمع. واسوأ شيء في الدنيا هو احساس الانسان بالظلم. ولذلك من الله على هذه الأمة بأن فرض على من وصل إليه خبر التبرئة أن هو يتقدم على الفور للجهات المختصة ويعلن أمام الله كلمة الحق: ولا يخشى في الله لومة لائم. طيب، ده حكم الشرع. الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر، بشكرك جدا. يعني حكم الشرع واضح وصريح. بصي شوفي، لو هي قدامك دلوقتي بالله عليكي هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ايه؟ ولا انت كنت بتنام ازاي وبتاكلي وبتشربي ازاي؟ انت لما بعتت وقلت ولقت معايا بقيت اناديلك اقول لك تعالي ابوس ايدك ساعه 23 سنه، تعالي قولي كلمه حق، اشهدي، اتقي الله. قالت انا ما كنتش موجوده. لما رجعتي بعد 6 7 شهور وعرفت ان انا خدت 10 سنين السجن، زي ما قال الشيخ، ما رحتوش ليه للنقابه؟ ما رحتيش للناس ليه؟ ما رحتيش يعني على الاقل ضميري كده مرتاح؟ ولحد قريب يا اميره مطلعنا، طلعي تعنا لحد امبارح.